طبعا واحد على واحد في هذا المكان، هذه خطيره التسديده، الله، القبض على الدرع. شارجة الباحث عن التعادل في هذه اللحظات، كرات خطيره 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 جدا، والكره خطيره والتسديده، جول جول شرجاوي. نعم، الاتحاد الدولي لكرة القدم، الكرة تلعب الآن والصافرة من المنتظر أن تأتي الآن، جاءت الآن صافرة الحكم الإماراتي الشاب سلطان محمد صالح، وأعلنت الآن عن نهاية أحداث المباراة، ولكنها ستعلن الآن بعد قليل بالدرع الثاني عشر مع المدرب السيد زلاتكو الذي هنا في طبعا في تهنئة مع الكابتن حماد العينوي يحتفلون. وسنعود أيها السيدات والسادة باحتفالية العين في ملعب هزاع بن زايد بعد لحظات من الآن. الآن أترك الكلمة تعود إلى المكان الذي بدأت فيه مع زميل العزيز حمد الإبراهيم، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. الدرع الثامن، درع الثامن، لكن درع العين الثاني. مبروك للعيناوي، مبروك للأمة، الأجواء التاريخية في هذه الاحتفالية العيناوية رقم 12، بطولة إلى خزائن فريق نادي العين من 12 بطولة، حطم الأرقام القياسية، وهلال سعيد يرتقي لأن يكون أول لاعب إماراتي يصل إلى 8 ألقاب بالتمام والكمال. مبروك.